والموضوع كان المسرح، وقدمت فيه دراسات جادة وجديدة وعميقة جدا، وأعتبر أنني استفدت بكل تأكيد، لأن كان هناك أفكار جديدة، هناك بحث. قدمت عرضا أمام الأساتذة والطلبة، وكان هناك تجاوب جميل، وكانت هناك مداخلات رائعة. وهذه جامعة محترمة، فنتمنى لها المزيد من التألق إن شاء الله، وبالتالي لا يمكن إلا أن أكون سعيدا. وأقول للمختبر شكرا لأنه أتاح لي هذه الفرصة الجميلة أن أجدد اللقاء بالطلبة وبالأساتذة في موضوع هو كل الحياة، وهو كل المسرح، لأن المسرح هو الوجود، هو حياتنا. وبالتالي فشكرا أيضا لمدينة الجديدة التي لي معها ذكريات جميلة، ومنها كان منطلقي سنة 74 بمسرحية سلف المنشاء، ومن هنا كان منطلق إلى المسرح الاحترافي وإلى المسرح العالمي والمسرح العربي. شكرا أستاذ. بالنسبة لهذا الموضوع الوطني حول المسرح المغربي، الخطاب المسرحي المغربي، وكان لنا الشرف باستضافة الدكتور عبد الكريم الرشيد، وهي كانت هذه مناسبة فريدة من نوعها حقا، لأن ماشي بالسهل باش نجيبو الدكتور محمد عبد الكريم الرشيد نظرا لكبار سنه ولصعوبة تنقله. فبداية نشكره على هذا الحضور. أما فيما يتعلق بمحاور الندوة فهي محاور كانت مركزة على أعمال دكتور برشيد. بالنسبة لي أنا كمدخلة حاولت أن أطرح بعض الأسئلة حول المسرح المغربي بصفة عامة، والمسرح المندرج تحت تسمية المسرح الاحتفالي عند عبد الكريم برشيد، ومدى شعبية هذه الاحتفالية وهذا المسرح. ولهذا كما لاحظتم في جلسة الصباح أن مداخلتي كانت عبارة عن طرح مجموعة من يعني طرح أسئلة أكثر من إعطاء وجهة نظر، وحاولت أن أخلخل الريبيرتوار المسرحي المغربي من خلال ثنائية الذخيرة المنسية والذخيرة المنسية. شكرا لكم بداية على هذه الاستضافة الطيبة. أود أن أبرز انشراحي الكبير وسعادتي الغامرة من خلال هذه الندوة الوطنية حول بلاغة الخطاب المسرحي المغربي، واستضافة مبدع وعلم ورمز من رموز المسرح الاحتفالي المغربي العربي في شخص المبدع عبد الكريم الرشيد. هذه الندوة التي ما أحوج طلبة الماستر والدكتوراه، خاصة الذين يشتغلون على المسرح وعلى الخطاب المسرحي، من مثل هذه الندوات التي ربما تضيف لهم شيء كثير، سيما على المجال في الشق النظري والتنظيري، من اجل خاصه عندما نستحضر شخصيه مسرحيه ونباشر معها حوارا وتواصلا حيا وحيويا، من اجل دفعها وحفزها على البوح ربما ببعض الجزئيات التي تفيد الباحث والطالب بصفه عامه الذي يشتغل على الخطاب المسرحي. أجدد شكري مرة أخرى للمختبر البحث في علوم اللغة والخطاب والدراسة الثقافية، وأجدد شكري أيضا لكل الطلبة والباحثين الذين يشتغلون في مجال المسرح، لأنني أحفزهم وأشجعهم على أن يمارسوا هذا الاختيار وحققوا المشروع في
حبي للمسرح والتخصص فيه ونقده والبحث في بدائل جديدة ودراسات ومواضيع جديدة في هذا الفن تحديدا. عمل مختبر البحث في علوم اللغة والدراسة الثقافية اليوم على استضافة هرم من أهرام المسرح المغربي والمسرح العربي، لو هو الدكتور عبد الكريم برشيد رائد المسرح الاحتفالي بالعالم العربي، حيث استطعنا من خلال هذه الندوة الوطنية التي ساهرة على تنظيمها مختبر البحث في علوم اللغة والدراسة الثقافية من الوقوف على أهم الرموز التي استعملها الكريم برشيد في كتاباته، وهي رموز عبارة عن أعلام استقاها من التراث العربي، ونطرح سؤال لماذا الالتفات إلى هذه الرموز من قبيل عنترة في الملايا المكسرة ومن رومي في مدن الصفيح ومرء القيس في باريس وغيرها من النماذج، هل هو إعادة إحياء لهذا التراث الدفين؟ هل هو اعتزاز بفحولة الشاعر العربي؟ ثم نطرح سؤال لماذا اختار الشعراء بالضبط ولم يختار غيرهم من المبدعين ومن الفنانين؟ كما عمل الدكتور عبد الكريم برشيد على تأطير هذه الندوة وعلى الوقوف على أهم العتبات التي يقف عليها المسرح العربي، وبالنسبة لي شخصيا هذه بداية لمختبر البحث في علوم اللغة والدراسة الثقافية، بداية بهذه الندوة الرابعة، الندوة الوطنية الرابعة، بداية الانطلاق للعديد من اللقاءات التي تعطي قيمة أكثر لجامعة شعيب الدكوالي وللبحث العلمي في المغرب. وشكرا.